ومن إسرائيل وحديثها إلى لندن، إلى المدينة التي يأتيكم هذا البث المباشر منها، وإلى الفيلم السينمائي الشيعي The Lady of Heaven، سيدة الجنة، إنها فاطمة، إنها أم الحسن والحسين صلوات الله عليها وعلى آلها الأطيبين الأطهرين. الفيلم الشيعي السينمائي الذي لأول مرة يعرض على شاشات السينما في المملكة المتحدة، نشاهد الإعلان أولا. The world is in shock as a group of terrorists has taken control of large areas of Syria and Iraq. The world can be a cruel and dangerous place. Remember, even if you're afraid, be strong. Your loving mother, Fatima. Did your mother ever tell you the story of the Lady of Heaven? She was very special. Daughter to the Prophet Muhammad. My time is near. And afterwards, my lovely Fatima, you will face many trials. With my father no longer here to lead us, evil is with those who will extinguish the light of truth. You're gonna let a woman tell us what to do? We will burn her out! God will judge all of you. This world has become a breeding ground of violence. Shadow will be cast across many generations to come. It said some people are so full of faith, they give strength to everyone around them. The greatest thing in this life and the hereafter is the spreading of peace in the world. Lady Fatima's goodness inspired people to stand up, no matter what the cost. Her legacy lives on. وإلى بي بي سي العربي، تقرير عن فيلم سيدة الجنة. ثار وفاة نبي الإسلام محمد بدأت الانقسامات في الأمة الإسلامية حول خلافة الرسول، ونشبت على إثرها حروب امتدت لعقود بين سلالة الرسول وأصحابه. القصة عمرها 1400 سنة، لكنها قسمت المسلمين إلى أهل السنة والجماعة وإلى إتباع طوائف شتى، أكبرها الشيعة الذين يتبعون آل البيت ويحيون ذكرى أحداث تاريخية بطقوس معينة. قلما تجد فيلما سينمائيا يتحدث عن هذا الانقسام باستحضار سرديات التاريخ، فالموضوع شائك ومختلف عليه. لكن فيلما سينمائيا بأبطال إنجليز تحدث عن تلك الخلافات من وجهة نظر شيعية. الفيلم بعنوان سيدة الجنة يتناول قصة السيدة فاطمة ابنة نبي الإسلام، ويعرض في دور السينما في بريطانيا. هذا هو الفيديو الترويجي. The world can be a cruel and dangerous place.
even if you're afraid. Be strong. Your loving mother, Fatima. Did your mother ever tell you the story of the Lady of Heaven? مؤلف الفيلم هو ياسر الحبيب، رجل دين شيعي كويتي متشدد يعيش في بريطانيا. أسقطت جنسيته الكويتية بتهمة زعزعة الأمن القومي، ولديه قناة تدعى فدك يبث فيها آراءه السياسية والدينية. الفيلم أزعج كثيرا من المسلمين في بريطانيا منذ اليوم الأول لعرضه، فتظاهر البعض أمام دور السينما رافضين عرضه. لبيك يا رسول الله، بعد ردود الفعل اعتبر الفيلم مسيئا للنبي محمد وابنته فاطمة، فألغت شبكة سيني وورد عرض الفيلم وقالت: نظرا للحوادث الأخيرة المتعلقة بالعرض، قررنا إلغاء العروض المقبلة للفيلم على مستوى البلاد لضمان سلامة طاقمنا وزبائننا، خصوصا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. بعد أن ألغت سيني وورد عروض الفيلم، علقت السيدة كلير فوكس عضو مجلس اللوردات في بريطانيا بالقول إن ثقافة إلغاء الآخر بدأت تنتشر بشكل واسع، وهذا مدمر للفنون وخطر على حرية التعبير. الجدل حول الفيلم انتقل إلى تويتر أيضا. من بعض التعليقات، ياسر الزعاتر يقول: أمس أعلنت شبكة بريطانية لدور السينما إلغاء عرض فيلم سيدة الجنة بعد تظاهرات لمسلميه. فيلم عن السيدة فاطمة كتبه وموله متطرف شيعي ياسر الحبيب. كسر ضلع الزهراء أسطورة تهين سيدنا علي، ورفضها السيد فضل الله وسواه. الفيلم منجم حقد مذهبي ويشوه الإسلام ونبيه وتاريخه أيضا. تغريدة من عمر العراقي يقول: فيلم سيدة الجنة الذي أنتجه ياسر الحبيب راويا حقيقة ما حدث لفاطمة بنت محمد بمعتقده من حرق دارها وكسر ضلعها، الإنتاج بجودة عالية لكن تقييمه منخفض. مالك شليبات هو منتج الفيلم غرد بالقول: بينما أختلف بشدة مع ما يؤيده هؤلاء المتظاهرون موت حرية التعبير، أشكرهم من صميم القلب على الدعاية المجانية. نشهد بالفعل تدفقا مطلقا من الجمهور الجديد الذين لم يسمعوا بفيلمنا من قبل. علي الخالدي يقول: هم يمنعون أفلام في بلدانهم لأسباب سخيفة ومتطرفة مثل فيلم دكتور سترينج الأخير، وأيضا أفلام الممثلة غال غادوت فقط بسبب جنسيتها يتم منع أفلامها في بلدانهم العربية، أسباب سخيفة ومضحكة. شاهناز تقول: ما أحب أقول هذا يعتبر موالي وهذا لا، لأن هالشي مو شغلي، لكن الشيعة المعارضين فيلم سيدة الجنة تحضرون مجالس الليالي الفاطمية، تلعنون أعداء آل محمد، ليش زعلانين أنه قضية هجوم الدار بتصير بالعلن؟ مظلومية الزهراء والمحسن عليهم السلام حق لابد الكل يعرفه. الشيخ ياسر الحبيب رد على تلك التظاهرات والدعوة إلى إلغاء الفيلم بتغريدة يقول فيها: نصيحتنا للبكرية، يقصد بالبكرية أهل السنة، نصيحتنا بالبكرية أن يكونوا من تلك الفئة التي تحافظ على أدب الخصام، انتقد، ناقش، لا بأس، أما أنك تنزل إلى مستوى الهمجية كما فعل هؤلاء بالنزول إلى الشارع والتظاهر فلن تصل إلى نتيجة، بل إنكم تعملون أفضل دعاية لفيلم سيدة الجنة. صحيح أن سيني وورد ألغت عرض الفيلم، إلا أنه ما زال يعرض في دور سينما أخرى وهي سلسلة فيو في بريطانيا. نحن لا نستغرب من تظاهرات واعتراضات أبناء قتلة فاطمة، إنهم أبناء السقيفة، لا نستغرب من هذا أبدا. أعرضوا لنا جانبا من
تظاهرات واعتراضات أبناء السقيفة. يحتاج الأمر إلى تعليق طويل. هؤلاء هم أبناء قتلة فاطمة، هم أحرار فيما يعتقدون ونحن أحرار فيما نعتقد، لهم دينهم ولنا ديننا. ولا نستغرب أيضا من أبناء سقيفة بني طوسي، سقيفة بني سيستاني، تلك التظاهرات إنها تظاهرات سقيفة بني ساعدة. وهذا الحديث الذي سأعرضه لكم حديث سقيفة بني طوسي، بني نجف، بني مرجعية، بني خوئي، بني سيستاني. رجاء اعرضوا لنا المقطع الأول من كلمة صهر السيستاني ووكيله العام في الغرب مرتضى الكشميري. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد، وعلى آله الغر الهداة الميامين وصحابته المتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. السلام عليكم أيها العلماء والمؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أقف بين يديكم في هذا التجمع الإيماني الذي يتصدره علماء الفريقين، وبحمد الله بقلوب صافية
ونيات نقية، لا يريدون من اجتماعهم هذا إلا الإعلان عن وحدة الكلمة. إلا الإعلان عن وحدة الكلمة في خذلان فاطمة وفي الدفاع عن قتلتها. وحدة كلمتهم هي هذه، وحدة كلمة السيستانيين مع أبناء قتلة فاطمة هي هذه، هذه الحقيقة الواضحة والبينة. رجاء أعرضوا لنا مقطعا آخر من كلمة المرجعية السيستانية على لسان مرتضى الكشميري. فلذلك أيها الأحبة، أيها العلماء، أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أيها المسلمون في كل العالم، نحن نستنكر أشد الاستنكار على ما يعرض في هذا الفيلم وفي غيره. وهذه كلمتنا في هذا الحضور وفي غير هذا الحضور، إجماع علمائنا أن هؤلاء الشواذ لا يمثلون المسلمين، لا يمثلون التشيع، يمثلون أنفسهم، يمثلون أسيادهم، يمثلون من يمولهم. هؤلاء يمولون في سبيل إيجاد الفرقة. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هؤلاء يريدون تفرقة الفرقة، تفرق ما بين المسلمين، ونحن لا نرضى بذلك ولا يرضى بها علماء، بل لا يرضاها الله ولا رسوله ولا الأئمة الأطهار ولا علماؤنا ولا مراجعنا ولا أمتنا المعتدلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. من طيح الله حظك وحظ مرجعيتك، وطيح الله حظ هذا التشيع اللي تتحدث عنه، أي تشيع هذا؟ أدري هو الفيلم شنو بي، سخم الله وجهك، الفيلم ما بيه شيء، ظلامة فاطمة وانتهينا. هذه قضية بديهية في ثقافة العترة الطاهرة. أنا أختلف مع المنهج الشيرازي اختلافا كاملا، وأختلف مع ياسر الحبيب لأنه جزء من التكوين الشيرازي، ولكن القضية هنا عن فاطمة. هذه نصرة لفاطمة، هذه ما هي بنصرة للشيرازيين ولا بنصرة لياسر الحبيب ولا لأي شخص آخر. ياسر الحبيب هنا نصر فاطمة، الشيرازيون هنا نصروا فاطمة. يجب علينا جميعا أن ننصر فاطمة. قضية الاختلافات وقضية الآراء والتشعبات في المعتقدات هذا أمر له مجاله، أما نصرة فاطمة فهذا أمر لا يتخلف عنه شيعي. نعم، إذا كان من شيعة السيستاني ومن شيعة الخوئي ومن شيعة الطوسي يتخلفون عن نصرتها. هذه هدية للسيستاني. رجاء اعرضوا لنا ماذا يردده النواصب المتظاهرون وهم يعلنون كفر الشيعة. هذا المقطع هدية للسيستاني. Yeah, stop it!
وسأعرض لكم مقطعا من فضيحة السيستاني والكشميري في مؤسسة الكوثر في هولندا في مدينة لاهاي. تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة، أريد أن أذكر الذين كانوا يعترضون، دفاعكم عن هؤلاء هو الذي يؤدي إلى هذه النتائج، أن تقف المرجعية السيستانية البترية الضالة الفاسدة كي تدافع عن قتلة فاطمة. ألا لعنة على هذه المرجعية، ألا لعنة على هذه الحوزة، على حوزة النجف، على حوزة الطوسي، على هذا المنهج القذر. رجاء اعرضوا لنا مقطعا مما يفعلونه هؤلاء السيستانيون في مؤسسة الكوثر، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في اليافطة التي نسوا أن يرفعوها. كانت الأيام أيام شهادة فاطمة وهم يؤجرون المؤسسة للحفلات الماجنة والراقصة، فبقيت هذه اليافطة السوداء التي نقش عليها يا زهراء موجودة في وسط ذلك الحفل الراقص الماجن. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. الذي يفعل هذا يفعل ما فعله في موقفه من فيلم سيدة الجنة، وهذا مثال من الأمثلة، وإلا فالحكاية طويلة مع هؤلاء البتريين الأنذال، الحكاية طويلة طويلة جدا. يمكنكم أن تستكشفوا وتكتشفوا تفاصيلها من برامجي الكثيرة المطولة ومن الوثائق الهائلة التي قدمتها في تلك البرامج. تابعوا هذه الشاشة وعودوا إلى مواقعنا الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية.